بعد الزلزال اللي صار بتركيا والشمال السوري بدأنا بتجهيز مطعم لإعداد وجبات طعام سريعة لأهلنا المتضررين من هذا الزلزال. كان عدد الوجبات يتراوح بين 350 ل 400 عائلة متضررين من هذا الزلزال. طبيعة العمل كانت الانتشار لمناطق التوزيع الأهالي اللي التجوا إلى مثل مراكز إيواء أو أماكن اللي خصصوها المؤسسات الرسمية أو المبادرات الشعبية التجأوا إلى هي الأهالي. نحن بدأنا بتوزيع هي الوجبات لتخفيف من المعاناة قدر المستطاع خلال هالمدة، وإن شاء الله شدة ورح تزول إن شاء الله.